وقبل الانطلاق إلى الشأن الإقليمي إلى الموصل، إذ ينضم إلينا من هناك محمد طلال ليطلعنا على انطلاق فعاليات مهرجان نينوى للسلام وغير ذلك من المستجدات في عموم نينوى. محمد، مساء الخير عليك، تفضل الكلمة. نعم، مساءكم خير وتحية طيبة لكم. في محافظة نينوى اليوم انطلقت فعاليات مهرجان نينوى للسلام الذي انطلق هنا في حديقة الشهداء وسط مدينة الموصل. هذه الحديقة تعتبر من أعرق الحدائق، وأيضا المقيمون على هذا المهرجان حاولوا نقل الحياة إلى هنا إلى جانب مدينة الموصل الأيمن الذي حقيقة يفتقر إلى هكذا نوع من الفعاليات. هذا المهرجان اليوم يعني ضم الكثير من الفعاليات الثقافية، يعني الدبكات الكردية والعربية والشبكية والمسيحية والفولكلور العراقي بكافة أشكاله، إضافة إلى الرسم والفن والنحت، وأيضا مشاركة حقيقة الكثير من الفنانين والمبدعين هنا في محافظة نينوى. لو عدنا قليلا إلى استعراض أبرز الأحداث التي سجلتها محافظة نينوى خلال هذا الأسبوع، أبدأ من زيارة وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة الدكتور جاسم عبد العزيز الذي صرح أنه محافظة نينوى تحتوي على 13 مليون طنا من الأنقاض ومخلفات الحرب التي لا تزال إلى هذا اليوم موجودة في أيمن مدينة الموصل، إضافة إلى مفاتحة الحكومة الاتحادية للمنظمات الدولية للمساهمة برفع هذه الأنقاض من داخل مدينة الموصل. الموضوع الذي كان مستحوذا حقيقة على الساحة هذا الأسبوع هو موضوع ملف مطار الموصل الدولي الذي حقيقة يعني كان هناك الكثير من المعوقات التي تقف في طريق إكماله، خصوصا مع زيارة محافظ نينوى نجم الجبوري إلى بغداد وتفاجؤه بتأجيل القرض الفرنسي إلى العام المقبل، ما أثار حقيقة غضب واستياء شديد في مدينة الموصل، وانطلق وسم نريد مطار من قبل ناشطين من داخل مدينة الموصل، ويعني عمدت الحكومة المحلية في محافظة نينوى إلى يعني البدء بإعمار مطار الموصل من نفقة الحكومة الأموال المجمدة التابعة لمحافظة نينوى، ولكن باليوم التالي جاء أنباء من قبل اللجنة العليا لإعمار مطار الموصل المكلفة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه هناك تطورات طرأت على موضوع القرض الفرنسي ويعني يسير باتجاه التنفيذ، ومن المؤمل أن يتم العمل في مطار الموصل خلال الفترة المقبلة بعد توقيع العقد مع الجانب الفرنسي. أخيرا وقبل قليل وردنا أنه جهاز الأمن الوطني في نينوى ألقى القبض على 25 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة نينوى. تأتي هذه العمليات الاستباقية بعد ورود معلومات استخبارية تفيد ببعض التحركات للخلايا النائمة في محافظة نينوى، لكن يعني سرعان ما يتم إلقاء القبض على هذه الزمر الإرهابية. يعني لهذا كان استعراضا لأبرز ما موجود من أحداث في عموم محافظة نينوى.